كوميديان للعلوم والتكنولوجيا، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه من إنجلترا في فيزياء قسم الضوء والبصر، قبل أن يعكف في أبحاثه على دراسات أساسية في مجال البيولوجيا الحيوية، وبالتحديد في رصد العلامات المبكرة لاستكشاف السرطان وخصوصا سرطان المبيض، وذلك باستخدام أشعة الليزر لاجئا لسوائل الجسم مثل الدم واللعاب والعرق لاستكشاف السرطان بدلا عن الطرق القديمة المؤلمة. إذا يعني نجحنا باش نشوفوه في وقت مبكر جدا في 95% من الحالات، هذا المرض يكون سهل أن واحد يستشفى منه. ده يعني هذيك اللي رانا مركزين على المبيض، ولكن ما نتعلموه هنا في المبيض هو ينجم نديروه في 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 البروستيت كانسر ولا اللونج كانسر ولا اني كانسر، بيكوز احنا فيزيائيين ولكن وي لوك ات ذس نشوفوا هذه يعني كبروتين.